ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. والنهارده يا ابطال هنتكلم عن موضوع البنت اللي اتخطفت بسبب لعبه روبلوكس، وهل فعلا القصه دي حقيقيه ولا لا. يعتبر الفيديو ده الجزء الثاني، لان يعني الفيديو اللي فات ما شاء الله من اسبوع جاب 40,000 مشاهده، فحسيت بجد ان الناس عايزه تعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع. كنت عملت فيديو من قيمه يومين او ثلاثه اتكلمت عليه عن نفس الموضوع، حاولنا نستكشف حاجات واسرار جديده. وفي ناس كتير قوي قعدت تقول ان فعلا يعني هي ممكن تكون فعلا اتخطفت بس حسابها اتحذف. وفي ناس قالت لي من الابطال، قالت لي اللي هو يعني واحده قالت لي عندها تحقيق بتقول لي ان ممكن يكون اللي خطفها حذف حسابه، يعني ممكن عشان يعني محدش يقدر يوصل له بعد كده. وناس تانية قالت لي ان هي بتتوقع ان الهاكر نفسه اللي خطفها عنده حساب تاني غير يعني غير الحساب اللي هو المفروض هاكر بيه او خطف بيه البنت. فطبعا يا ابطال النهارده جايين نقرا كومنتاتكم على الفيديو اللي انا عملته اللي هو بنت اتخطفت بسبب لعبه روبلوكس، والفيديو جاب 922 كومنت. تعالوا نقرا كده كومنتات. سوسو بتقول كيف واحد عجوز عمره 40 كيف يخطف بنت؟ ارفعوا التعليق خلوا بلال يشوف. طبعا يعني انا برضك مش فاهم ازاي واحد يعني عجوز، بس على فكره بتحصل يعني حته اللي هو يعني اللي هو حد مثلا عجوز كبير بيقوم خاطف مثلا بنت صغيره، بتحصل على فكره كتير جدا يعني، بس يعني بتبقى نادر يعني، او ممكن مفيش حد بيسمع عن المواضيع دي كتير. وطبعا التعليق اماني اللي انا شفته في الفيديو اللي فات، وعملت على الحساب ده تحقيق وتقريبا ما طلعش هو اللي كان خاطفها، يعني كان حساب كده وخلاص. ياسين بيقول ربنا يحفظنا، وايه يعني ده تيك توك يعني كذاب، وانا دخلت على روبلوكس مو لقيت البنت، مو بعرف ليش حد يقول لي لو سمحت هو هي مو اتخطفت، هي بس معرفش ايه فاتحه بقالها 8 ساعات. و اللي بيقول ان اللي هي استحاله تكون اتخطفت واستحاله اللي هي تعمل كده. كوين دالي بتقول ايوه عمر الشخص اللي خطفها 40 سنه ويقولوا انه خطفها ويقولوا انه كمان ذبحها، انتبهوا من الشخص اللي خطفها اللي معايا لايك. طب يعني انتوا كلكم قاعدين بتتكلموا ومفيش اي ادله يا جماعه، عايزين ادله. طيب نوني تي في بتقول هي مخطوفه واللي خاطفها واحد وكاتب نكون اصدقاء بس لا تعلمون ماما او بابا، فأتمنى تحاول تساعدها. بصراحة أنا مش عارف، أنا بحاول أتواصل معاها لكن فعلا لحد دلوقتي ما يعني ما وافقتش على طلب الصداقة. بس احنا ممكن دلوقتي ندخل على الحساب بتاعها ويعني نشوف ايه اللي حصل، يعني آخر التطورات. جيم تشارلي 1 ده يا أبطال الحساب بتاعها. ايه ده يا أبطال، كانت حاطة صورة من قيمة 3 أيام كده، الصورة دلوقتي اختفت وهي فاتحه من اسبوع ومكتوب كونتنت ديليتد، ودلوقتي عندها 30,000 فولو. مش عارف هو ايه اللي حصل، ويعني مش عارف ليه الصوره اتشالت. تعالوا ابطال نكمل ونقرا الكومنتات بتاعه الابطال. ريم روبلوكس بتقول انا راح اضيف البنت لان لدي اشوف، يعني بتقول انا اشوف هو كذب ولا صدق، اذا ما رديت على الشخص يعني انا مخطوفه. ايه ده مخطوف؟ شجعوني. اوكي انت ايه يا ستي؟ لا 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 يا لا يا وي، ده هتتخطف كمان. تعالي. حنين بتقول الفيديو طلع لي الليل الساعه 2 وخفت اشوفه، بعدين قلت انام وبشوف الصبح لان الليل فيه جن بيطلع لي، لكن ما نمت بس بتقلب في السرير ساعه، بعدين نمت الحين الصبح اشوفه. ايه ده، فين التحقيق؟ فين التحقيق؟ روحي نامي روحي نامي. واحده بتقول يلا بجهز نفسي وباخد ايبادي واضيفه استعد للخطف. يا جماعه وانتوا فاكرين اي حد يبعت لها طلب صداقه اتخطف كده خلاص؟ طب ما انا بعت لها طلب صداقه ما اتخطفتش ليه؟ يا بلال لقيتها في ماب ميب سيتي وسالتها انت مخطوفه بالانجليزي، وقالت اي ام نوت كدناب. اوه يعني قالت ان هي مش مخطوفه وطلعت ضاعت في بيت وتلعب مع واحد، اللي شافها اخذ هاتفها. ايه ده؟ بس خلونا نركز ونك يعني الموضوع ده حلو يعني ماشي، هو انت دخلت دلوقتي ولعبت معاها ولقيت قلت لها انت مخطوفه بالانجليزي، قالت لك لا، وطلعت اللي هي ضايعه في بيت، يعني مثلا حد قال لها تعالي اديكي شوكولاته، بعدها واحد ايه ده شوكولاته شوكولاته، بعدها راح الشخص يعني ايه يعني ضحك او ممكن يكون اداها الشوكولاته، وبعدها قال لها تعالي نلعب روبلوكس في البيت عندي. حتى في كومنتات تانيه بتقول ان الشخص ده برضك اللي خطفها هو اللي عملنا عليه تحقيقات. تعالوا كده نبحث عنه ونشوف ايه التطورات اللي حصلت. ايه ده، شخص بيلعب دلوقتي،
مش عارف ايه موضوع الشخص ده اللي كلكم ابطال كلكم بتتكلموا عنه، وكل شويه يعني في كومنتات الفيديو يا بلال اتكلم عنه، يا بلال ده اللي خطفها يا عمي انت عرفت منين؟ بس هو دلوقتي بيلعب، بس انا مش هو تقريبا مش فاتح الجوين وانا مش عارف ادخل معاه. بس عامه يا ابطال يعني بجد شكرا جدا لكل الابطال اللي عملوا تحقيقات واللي قعدوا يتكلموا عن الموضوع، ولو انتوا حابين ان انا اعمل جزء تالت على الموضوع ده ونقرا تحقيقات المتابعين وكومنتات الابطال، فوصل الفيديو ده ل1000 لايك وبس كده ابطال. فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده، وبس كده. ابي جيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. يعني مش عارف هو يعني بيقولوا ان صاحبة الايميل ده اتخطفت، بصراحة الموضوع غريب جدا وباين عليه اللي انا يعني اكيد حد يجي يقول لي انت بتهزر يا بلال، ايه اللي انت بتقوله ده يا عم، انت هتخرف ولا ايه؟ لا والله انا مش جايب الكلام ده من عندي اصلا. نيجي دلوقتي ندخل على التيك توك، في ايميل معرفش اسمه معرفش باين لاديا جيمر حاجه زي كده، فانا وفي يعني اكتر الفيديو جايب يعني اكتر من 18000 قلب تمام و 3000 كومنت، والفيديو زي ما انتم شايفين ده يا ابطال كاتبين لا حد يضيفها او يدخل معها ماب، هي مخطوفه وتطلب دايما مساعده في المابات، واللي خطفها عمره 40 واخذ تليفونها. طب عايزين نقرا الحته دي؟ طيب ما ملحقناش، ماشي واحدة واحدة، تعال نوقف كل حاجة هنا. يعني تقريبا ده الايميل هم عارضينه هنا الايميل تمام، وهي بتقول اهو يعني الشخص اللي عمل فيديو اللي خطفها عمره 40 واخذ تليفونها، واللي يضيفه يعرف مكانك، يعني اللي يضيف الايميل ده يعرف مكانك، وكمان كاتبين ان اذا حد شافها يحاول يساعدها حذرتكم. ويعني بصراحة انا مش عارف ايه الايميل ده، بس تعالوا ابطال نبحث عنه يعني بايميل التحقيقات. الفيديو ده على فكره اتشهر جدا وعمل ضجه يعتبر في تيك توك، فتعالوا كده نكتب اسم الايميل، اسمه جيم تشارلي 1. طبعا يا ابطال هو ده الايميل، بصراحه انا خايف ادخل عليه يا ابطال، بس يلا بينا ندخل عليه. الايميل فيه اكتر من 31000 فولو، 125 صديق. تعالوا كده قبل كل حاجة نبعت لها طلب صداقة ونعمل لها فولو، وتعالوا كده أول حاجة مكتوب في الأباوت كونتنت ديليتد، مش عارف هي بقت موضة ولا والناس كلها تكتب كونتنت ديليتد يعني، ولا فعلا يعني في مشكلة في إيميلها فاتحة من 8 ساعات، والسكن باين عليه اللي هو سكن بناتي وعادي يعني جدا، ويعني عادي زي ما أي حد بيلعب في لعبة روبلوكس يعني. هننزل كده شوية هنلاقي إن يعتبر يا دوبك مفيش أصلا جروب غير الجروب ده، مش عارف هو ايه الجروب ده اصلا. تعالوا كده نشوف ايه الجروب ده. الجروب ده فيه اكتر من 500000 واحد، وتقريبا هو ده اللي عامله لا هو ده تقريبا اللي عامله. تعالوا كده نشوف مين ده. ايه ده، شخص يعتبر غريب وباين عليه ان هو اجنبي. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى اوه.